لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التجمع من أهالي وأصدقاء وأحباب الشهيدين خير الشاهين وحمزة مقبول، اليوم مناسبة مرور 40 يوم على استشهادهم. في هذا اليوم إن شاء الله نتلو لهم آيات من القرآن الحكيم، ندعي لهم، نتطحم عليهم وعلى جميع شهداء فلسطين وجمع طيب من الناس عشان نحيي ذكراهم إن شاء الله الموجود وخالد فينا إن شاء الله. اليوم ذكرى 40 لاستشهاد المجاهد حمزة مقبول، المجاهد خير الشاهين، والحمد لله رب العالمين، الله اصطفاهم في جنات النعيم بإذن الله تعالى. واليوم نقوم بإحياء ذكرى 40 للاستمرار في مسيرتهم بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، لا أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل.